وبنرحب بالاستاذه نجوى ابراهيم. يا استاذه نجوى، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا 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 يا عم. البقاء لله يا فندم، البقاء لله. والله العظيم انا مش قادره اقول لك انا حاسه ازاي من صباح الصبح، وانا شايفه دلوقتي عمرو مديتين. هو عمرو سامع حضرتك دلوقتي. مع حضرتك يا استاذه نجوى. البقاء لله يا استاذه نجوى حضرتك. البقاء لله يا حبيبي، بقاء لله. كتر خيرك يا حبيبتي، كتر خيرك حضرتك، فنانه عظيمه وصاحبه يعني طبعا مشوار مهم مع الاستاذ محمود. كان في حوالي 4 أو 5 افلام اعتقد يا مدام نجوى مع الاستاذ محمود، حاجه زي كده. عايز اقول لك انت يعني ثمره بيت جميل، عيله طيبه محترمه، في ست جميله ورائعه وقفت ورا الوالد وحافظت عليه وكانت حنونه جدا ودايما تسال في اللوكيشن. وبص عن اذنكم بس دايما يستاذن، هرد على التليفون اعمل مش عارفه ايه. فانا خدت الله يرحمه ويحفظه يا رب، اللهم امين، ويصبر قلبك ويصبر قلب اختك. شكرا. الاحفاد، انا من يعني من الناس اللي هم بيستنوا شغلك، فنك الجميل الراقي حقيقي. الله يخليك، شغلك راقي جدا، فكرك طالع فعلا يعني بتعبر عن بيت. حتى الحاجات اللي هي لو تقولي دلوقتي نجوى انت حافظه كل اسمتي ونصيبك يعني كلها. الله يخليك، الله يكرمك، شرف ليا طبعا. برافو عليك. انا يعني بشكر حضرتك يا استاذه نجوى، امتداد رائع. طب الله يخليكي، وانا متشكر جدا 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 لمشاركه حضرتك معانا. يعني بشكرك الفنانه الكبيره الاستاذه نجوى ابراهيم، شكرا جزيلا لحضرتك.